بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. النهارده عندنا ايه؟ النهارده عندي حاجه حضراتكم كتير طلبتوها. ايه هي؟ سهله جدا جدا جدا، هنعملها مع بعض من الالف الى الياء ونشوف قد ايه طريقتها سهله. اللون الجميل ده ازاي بيطلع؟ نحفظها ببطرمان، نخليها في التلاجه تبقى متماسكه بالصوره ديت. ازاي لو قطعت نقدر ان احنا نخليها تاني ترجع لطبيعتها؟ مفيش اي مشاكل فيها. باكتر طريقة اقتصادية من غير ما نجيب كريمة لباني ولا اي حاجة خالص، هنقدر ان احنا نعمل التوفي كراميل اللي حضراتكم دايما تكلمون عليه وتقولوا لي عليه. مفيش داعي ابدا ان انا اجيب كريمة لباني او ان انا استخدم كريمة لباني. بكل دقة وبالراحة وزي ما انا اتعلمتها من شيفات فرنسويين هوريها لكم، بس هحط بدايل بسيطة جدا بحيث انها تكون اقتصادية جدا. يلا بينا يلا بينا. طب هنشوف عملنا التوفي كراميل ده ازاي. مقاديره سهلة جدا. كوباية سكر اللي هي 200 جرام، 100 لبن، اي لبن فايض عندي. طب هو مكلك عليه كده، انا ضارب فيه معلقتين كريمة بودرة، ما عنديش خلاص. معلقة زبدة، لو زبدة صفراء يبقى كويس قوي، اللي هي نيوزيلندي دي زبدة بلدي. وللمقادير دي نص معلقة صغيرة جيلاتينة بالشكل ده. بنديها معلقة كبيرة مية ونخليها شوية كده اخر حاجة خالص، ما بحطهاش على النار. انا بتعامل دلوقتي مع السكر والكريمة. ضروري جدا جدا من اسباب نجاح التوفي كراميل ان انا اسخن اللبن والكريمه دول. فايش حاجه ما اجيب باكو كريمه بودره او اضرب معلقتين كريمه في اللبن، اي لبن قديم عندي، لبن فايض من اولادي، ضروري جدا يبقى سخن. لو ساقع او بارد هيقفش السكر مني. يلا بينا نروح على النار ونشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجه بسخن الطاسه كويس جدا، وادي وبحط السكر كده من غير اي حاجه يا جماعه. سيبوا قلبوا كده، سيبوا. وادي الكريمه عندي او اللبن ده، لبن فايض عندي، وضربت فيه معلقتين كريمه او معلقتين كريمه كانوا مضروبين عندي في الفريزر حطيتهم. بنزود الدسم، ولازم يكون سخن جدا، درجة حرارته فوق المية، لأن درجة حرارة السكر هنا بتبقى فوق المية وخمسين. غير كده ايه اللي هيحصل؟ هيقفش الكلام ده، هيقفش معايا. سيب السكر كده ياخد فرصة عشان يسيح ويبدأ يكرمل معايا. هو السكر بيبدأ يتحول لمية، المية بيبقى لونها بيج، توصل لدرجة حرارة. عشان كده تلاقوا الشيفات بتوع السكر لما بيجوا يتعاملوا معاه، ودول اساتذتنا طبعا، فبيبدا ان هو يسيح السكر بالصوره ديت او عن طريق تورش بيكون معاه. سيبكوا بقى من اللي بيقول ايه ما تحاولش تقلب في السكر، السكر هيكرمل معاك. السكر هيرجع تاني يسكر، قلب لي في السكر عادي خلاص. خلاص، وادي الكريمه اهيت او اللبن بيسخن عندي. اديله فرصه بس يسيح عشان ما اضيعلكمش وقتكم. ابتدى السكر ياخد اللون البني. بصوا يا جماعه، ضروري جدا ما سيبش فيه حبيبات السكر سليمه كده او مخرزه بالشكل ده. هديت النار عشان ما يتحرقش، تحول من اللون البني للون الاسود اللي هي فوق ال 155 درجه ويبدا يمرر. اهو دني وراه على نار هاديه. وهنا عندي كريمه غليت او اللبن وعليه معلقتين كريمه. ما هي الكريمه اللي بره ايه؟ ميه وعليها كريمه. خلاص، تبدا تبص بتقلي عندي ازاي. ضروري جدا في المرحله ديت ما عادش عندي تخريس خالص بالشكل، وصل للون البني. خدوا بالكم بقى، ما اجيش اقوم نازل تراخ مره واحده على السكر، هيطلع بخار. بخار ده قوي جدا، ممكن والعياذ بالله يحرق ايديا. اللي وقعت على البوتاجاز دي ما نحاولش نشيلها بسرعه، لا بصبعنا ولا بفوطه، سيبوها بعد شويه هتبقى حديد.
ادي السكر، بصوا هنزل بيه على 3 مراحل، هنزل بيه ادي اول مرحله الراحه ازاي ابعد عن البخار، المرحله الثانيه وادي المرحله الثالثه نار هاديه ما يغرقهمش، انه هيبقى خفيف شويه وهو سخن، بعد شويه هنلاقيه تقل تماما. اطفي هنا النار. طيب انا لو حطيت لبن حليب، ده لبن بودره بصراحه لان ما عنديش حليب دلوقتي، هبتدي اجيب الاول الزبده واقول لكم انا عايز اقول ايه. الزبده الصفراء او اللي هي النيوزيلندي من اروع الزبده في الحلويات، ممكن جنة او غير تحت اي ظرف. الخليط ده نتيجة لان لبن حليب قطع، هتلاقيه قطع مش توفي كده متماسك زي ده، وارد وحصلت معايا كتير ومرة حصلت معايا على الهواء. بنعمل ايه؟ بنضربه في الخلاط خلاص ورجع زي الاول، او الهاند بلندر. شايفين الزبدة؟ انا طافي النار، انا طافي النار، السخونية هي اللي بتعمل كده. طيب عايز اكمل جمالنا بقى عشان يبقى عندي ماده، الماده ديت هتبقى الماده بتاعت الربط بتاعتنا، مش ماده الربط، هو كده كده بيمسك. ادي الجيلاتين اهي، بص عامله ازاي، قفشت مع سنه الميه اهي، قفشت. طيب احطها على السخن؟ لا، اهو عليه كده وهو ايه، سخونيه. وادي الخليط بتاعنا اهو بالشكل ده، نسيبه يبرد ونرجع بعد ما يبرد. طبعا فضيت التوفي الكراميل، بحط ميه في نفس الطاسه عشان تنضف. طب تعالوا للنقطتين اللي نزلوا، معلش مضطر اوريكم ده عشان ما نمدش ايدينا بسرعه نمسحهم نتحرق. نشكو بقى حجاره، بصوا وادي كده اهو، بقى قطعتين من الحجاره اهو، ولا تسيبوه، سيبوهم زي ما هم، هيتشالوا ويفضل بوتاجاز نظيف. خلاص معلش حبيت اوري لكم المعلومه دي. طب دي ما نقعدش نكحت فيها، شويه ميه كده يغلوا فيها هينضفوها لي من السكر. سبت انا التوفي كراميل دلوقتي وهنرجع نشوفه عامل ازاي. ادي التوفي كراميل اهو، سبته يبرد بس شويه لكن لسه ما سقعش، لسه هوري لكم المرحله. نحطه بس في اي بطرمان كده في الميكروويف يا حمام ميه، لانه هيمسك طبعا في الثلاجه، ممكن اسيبه بره عادي خالص. بطرمان نظيف تماما، نحط الكلام دوت في الثلاجه. الدنيا شتا اسيبه بره، حتى لو في الصيف اسيبه بره، مفيش اي مشاكل ابدا خالص. ونبدا ان احنا وقت ما بعوز احطه في الميكروويف وابتدي ان انا اخد منه. شفتوا طريقته سهلة ازاي؟ مش لازم زبدة بلدي ومش لازم زبدة نيوزيلندي، ممكن زبدة فيرن، ممكن اي نوع من انواع الزبدة زي ما احنا شايفين كده. هسيبه برضو يسقع واجيبه لكم تاني يبرد تماما، مش لازم يسقع في الجو العادي هتلاقوه مسك. ادي التوفي كراميل اهو، تعبيته في بطرمان قصاد حضراتكم وبرد، بيتقفل البطرمان تحط في التلاجة، وقت ما احتاجه اطلعه احطه على سينابو، احطه على كيكه، احطه على اي حاجه انا عايز استخدمها. لو جمد معايا اقدر احطه في الميكروويف، او اقدر ان انا احطه في حمام ميه سخنه واشغله عادي خالص واستخدمه على توست على اي حاجه. طريقه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. جري بقى لو عجبك الفيديو نعمل لايك وشير، سبسكرايب للقناة وندوس على كل عشان يوصل لكم كل جديد من أسرار المصانع. والسلام عليكم.